كلمة واحدة هترد بكلمة، الانطباع اللي جالك، الاحساس اللي اه حسيته بسرعة جدا، اه هوب تق. هوب تق، اهم حاجة هوب تق. ماشي. التمثيل، غية. النكد، لا، النادي الاهلي، احمر، الصحاب، احباب، المهرجانات. اضواء. مش لازم كلمة واحدة، مش اجبار يعني، لو قلت كلمتين ثلاثة اللي انت حاسه اضواء المدينة. مثلا. الكوميديا، حبيبة قلبي. الأكل، نزاهة. الضلمة، وحشة. الضلمة وحشة. الكذب، رخامة. أم كلثوم، كوكب الشور. كوكب الشرق. الشور. كوكب الشرق كله. أيوة اظبط كده عشان ما نروحش بده. الصوت العالي، بحبوش. مع العلم أعزائي أعلى صوت في أصدقائي هو محمد ما ثروت، بحبوش بس هو ما بيحبش الصوت العالي، ودي من أبدا عجائب الدنيا. أبدا. رقم موبايلك. ليه؟ الزمن، سيف. عمرو دياب، الهضبة. منى زكي، بومبوني تجيلها. محمد كريم بالبورنس، ظاهرة. شيكابالا، نادي الزمالك. الحسد، وحش. أكتر حاجة بتخوفك؟ الحسد. يعني ايه المشكلة؟ انت عايز ايه مني؟ هموت، عايز ايه مني؟ هموت. ما تقرفوناش بقى، ما تقرفوناش. انا اسف، انا اسف. حمو بيك موت شعبي. لا انا مش في السجل المدني بامانه، مش هقعد اسال على وظايف الناس. لا بجد، عايز مننا الزحمة، الزحمة ضلمة. بحييك على إجابتك. من جد نجد. مقبولة جدا. أنا أفكر إذن أنا مش موجود. الزمن، الزمن. سيف. نهير أمين، أمين نهير. أكتر حاجة بتخوفك إيه؟ أكتر حاجة بتخوفك إيه؟ أكتر حاجة بتخوفك دي إيه؟ إيه أكتر حاجة بتخوفك؟ مفيش والله. ياه. احنا ما بنخافش اللي بنخلقنا، الحمد لله. يا رب بس. الحمد لله. انا عايز المس بقى. تلمس، العلاقة تقل في نفسك. محمد ثروت والانثى. اه. الانثى في حياة محمد ثروت من خلال بعض الاسئلة. أتسمح لي يا شيخ؟ تفضل سيدي. كان لي صديق فيلسوف أزيح في جبنة. حبي كلماتي شغوف. إيه أحلى حاجة في الأنثى؟ أحلى حاجة في الأنثى وشها. وأحلى حاجة في صفات وطبائع الأنثى؟ حنيتها ولطفتها. كويس. إيه أوحش حاجة في الأنثى بقى؟ رخامتها وغضبها. طيب على المستوى الفيزيكال بقى، لما انت قلت لي، ما قلت لك اجمل حاجه قلت لي وشها، طب اوحش حاجه؟ اوحش حاجه لما تديك ضهرك. مقبول جدا، مقبول جدا. طب انت متفق معايا ان الستات اقوى واذكى من الراجل؟ بيركزوا اكتر في تفاصيل. فظاع. في تفاصيل يعني، اوقات الرجاله ممكن يشوفوا الموضوع عام، ولكن هما تلاقيهم بيشوفوا تفاصيل بيهندسوه. اللي هو اسكان. اسكان كامل. اسكان كامل. انت الاسكان بتاعك سطحي قوي. انا ممكن اشوف الغلاف من بره بالظبط، لكن اكس راي، اكس راي ايه محتويات الشنطه.